وكأن مدينة تعز لا تنقصها المعاناة. لم تخرج هذه المدينة من دائرة الحرب المعلنة عليها منذ أكثر من عامين ليجتاحها وباء الكوليرا، ويضيف تحديات جديدة على نظامها الصحي وبنيتها التحتية والخدمية المتهالكة. وباء الكوليرا عاود الانتشار مرة أخرى في مدينة تعز، وقد كان بدأ في الظهور في شهر 11 وتم محاصرة الوباء، ولكن عاد بصورة مرعبة وبصورة كثيفة وانتشر في جميع مناطق المدينة وما حول المدينة. طبعا الوضع على ما يبدو وضع مرعب، وهنا في مركز المعالجة بالكوليرا استقبل هذا المركز منذ شهر 11 أكثر من 441 حالة إسهال مائي. كان بالفترة السابقة أثبت 3 حالات كوليرا، أما الآن فعلى ما يبدو أنها ستصل الحالات إلى أكثر من 17 إلى يومنا هذا. نحو 8 حالات إصابة سجلت خلال اليومين الأخيرين، فيما يعكف المختبر المركزي بالمدينة على إجراء فحوصات على 10 العينات التي تلقاها من المستشفيات العاملة ومن المصادر المائية في المدينة. قسم معالجة المصابين بالإسهالات الحادة بالمستشفى الجمهوري عاد ليستقبل أعداداً متزايدة من المصابين بالإسهالات وسط استمرار التحدي المتمثل في انعدام الإمكانيات. أكثر من 400 حالة تلقت العلاج في هذا القسم محدود الإمكانيات، ما يؤشر إلى أن انتشار وباء الكوليرا هو اليوم أحد أكبر المهددات الصحية التي تواجهها مدينة تعز. هذه المرأة لا تكاد تقوى على الوقوف فيما تتعهدها قريباتها في موقف يحتاج فيه المريض إلى عناية متخصصة يتوفر الحد الأدنى منها هنا، وهذه الطفلة تتلقى هنا الحد الأدنى من الرعاية. الحالات هنا تشمل مختلف الأعمار، ووقع المرض يبدو شديدا كما تصفه هذه المريضة. حصل لي فجأة غثيان وإسهال، هذا المرض ما لأنه متعب زيادة، ما أتمنىش لأي أحد. تكافح الجهات المختصة للتعامل مع هذه الجائحة الخطيرة على صحة سكان المدينة، وينصب الاهتمام على مصادر المياه كأحد العوامل المسببة في انتقال وباء الكوليرا في أوساط السكان. قمنا بحصر مصادر المياه السطحية والغيول والعيون، وقمنا بأخذ عينات منها بالأمس وتوريدها للمختبر المركزي، فعلى ضوء النتائج سيتم حملة التعقيم. جائحة الكوليرا باتت العنوان الأبرز للأزمة والحرب اللذين يعصفان باليمن منذ أكثر من 3 أعوام. يعود السبب بحسب الصليب الأحمر الدولي إلى عدم توفر الأدوية وإلى نقص في المستشفيات. منظمة الصحة العالمية من جهتها دعت إلى تضافر الجهود الآن لاحتواء وباء الكوليرا وتفادي تزايد الحالة المصابة. قدر تعز أن تبقى دائما في الزاوية المنسية رغم الوجع الذي يضربها منذ سنوات عبر الحروب والأوبئة.